رب تعالى اروينا بمياه عنبر، تعالى افتح عيوننا، فيتجدد مثل النسر شبابك، الذي يشبع بالخير عمرك، فيتجدد مثل النسر شبابك. باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي 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 يا نفس الرب، باركي جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. يحمدك يا رب كل أعمالك، ويباركك أتقياؤك. يحمدك يا رب كل أعمالك، ويباركك أتقياؤك.
قد ملكك ينطق بجبروتك يتكلم. ملكك ملك كل دور وسلطانك في كل دور فدوري دور فدوري. ملكك ملك كل دور وسلطانك في كل دور فدوري دور فدوري. أنت صالح للكل أنت صالح للكل أنت صالح للكل ومراحمك على كل أعمال. أنت صالح أنت صالح للكل أنت صالح للكل أنت صالح للكل ومراحمك على كل أعمالك. يحمدك يا رب كل أعمالك ويباركك أطقياؤك. يحمدك يا رب كل أعمالك ويباركك أطقياؤك. بمجد ملكك ينطق بجبروتك يتكلمون. بمجد ملكك بمجد ملكك ينطق بجبروتك يتكلمون. ملك الملوك وجلالك بال الوجود حوالينا وإقبال بيدوك قدامك. اسمك عالي فدينا. ملك الملوك وجلالك مال الوجود حوالينا وإقبال بيدوك قدامك. اسمك عالي فدينا. دي الأنهار بتسقف لك كل الملوك. ملك الملوك وجلالك مال الوجود حوالينا وإقبال بيدوب قدامك. اسمك عالي يا فدينا. ملك الملوك وجلالك مال الوجود حوالينا وإقبال بيدوب قدامك. اسمك عالي يا فدينا. دي الأنهار بتسقف لك كل الآلات تعزف لك ويا رب
لك المجد يا فدينا، اتجسدت وجدتينا، نورك نور أراضينا يا عجيب. وهنفضل نمني لك وهنعيد بمجيئك، نرفع راية إنجيلك يا عجيب. لك المجد يا فدينا، اتجسدت وجدتينا، نورك نور أراضينا يا عجيب. وهنفضل نغني لك وهنعيد بمجيئك، نرفع راية إنجيلك يا عجيب. يا عجيب يا مصير يا إله يا قادر، يا أبا أبدي يا رئيس السلام. يا عجيب يا مصير يا إله يا قادر، يا أبا أبدي يا رئيس السلام. أنت الله المتجسد والمسيح المتمجد، والخلية بتردد يا عجيب. أنت مشتاق الأمم، فيك الأمن والنعم، فيك الحب والنغم يا عجيب. أنت الله المتجسد والمسيح المتمجد، والخلية بتردد يا عجيب. أنت مشتاق الأمم، فيك الأمن والنعم، فيك الحب والنغم يا عجيب. يا عجيب يا مشير يا إله يا قادر، يا أبا أبدي يا رئيس السلام. يا عجيب يا مشير يا إله يا قادر، يا أبا أبدي يا رئيس السلام. هللويا أبرع جمال، أبرع جمال من كل الناس وبالنعمة مليان، واللي ينظر لك يستني ومش بيكون خجلان. كم واحد عايز النهاردة؟ ثانية واحدة معلش، مش عايزين نقول الكلام وخلاص، عايزك تغمض عينك لحظات. هو الأبرع جمال من كل بني البشر، بيقول كده، نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل.
صلي لنفسك النهاردة انه عينيك تتفتح فتشوف. امين امين. مش هنكمل لغاية ما نصلي الصلاة دي. نحس ان رب عايز يخدنا لحتة اعمق، حتة مختلفة، مش حتة بنرتل فيها وخلاص، مش حتة واقفين فيها مع بعض وخلاص، انما حتة اعمق لينا ككنيسة ولينا كافراد. فعايزك تاخد بجدية الحتة دي، قول له رب انا عايز عناية تتفتح، وعايز النهاردة اشوف حاجة مختلفة. لو كلام بيقول كده، لو انت الابرع جمال من كل بني البشر، انا عايز عناية تتملي بس بالجمال ده، واشتهى كل الامم ورجاء كل الشعوب ان ينظر لك واستنير وان وجهي لا يخجل. يقول كده ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، ذوقوا وانظروا ما اطيب. هو الابرع جمال من كل بني البشر. يا رب تعالى غرقنا بجمالك، تعالى غرق عينينا بجمالك، تعالى غرق قلوبنا بجمالك. انت الابرع جمال، انت الابرع جمال. مش عايزينها تكون شعارات، مش عايزينها تكون كلمات بنقولها، انما عايزين تكون كلمات يا رب احنا بنشوفها وبنعيشها وبنختبرها. أبرع جمال من كل الناس وبالنعمة مليان، واللي ينظر لك يستاني ومش بيكون خجلان. هللويا 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 لاسم يسوع. هللويا 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 لاسم يسوع. هللويا 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 لاسم يسوع. أبرع جمال، أبرع جمال من كل الناس وبالنعمة مليان، واللي ينظر لك يستاني ومش بيكون خجلان. هللويا 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 لاسم يسوع. هللويا 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 لاسم يسوع. هللويا 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 يسوع. انت ابرع جمال من كل بني البشر، انساك بقى النعمة على شفتيك. يسوع ابرع جمال من كل بني البشر، سكب النعمة على شفتي. أنت أبرع، أنت أبرع جمال من كل بني البشر، سكب النعمة على شفتي. يسوع يسوع أبرع جمال من كل بني البشر، سكب النعمة على شفتي. مشتهى الأمم، مشتهى الأمم، رجاء الشعوب، نور العالمية يسوع. مشتهى الأمم، رجاء الشعوب، معلن بين ربوان، معلن بين ربوان،
سيدي يسوع معلن بين ربوان معلن بين ربوان أبرع جمال ملك وسيدي يسوع أنت أبرع أنت أبرع جمال من كل بني البشر إن سكب النعمة على شفتيك يسوع أبرع جمال من كل بني البشر سكب النعمة على شفتيك أنت أبرع جمال أنت الأبرع جمال من كل بني البشر سكبت النعمة على شفتيك أنت الأبرع جمال أنت الأبرع جمالا من كل بني البشر افتح عينينا افتح عينينا لكي نرى الأبرع جمال يسوع ما أجمالك ما أجمالك يا يسوع ما أجمالك أنت الأبرع جمال أنت الأبرع جمال من كل بني البشر يا يسوع يسوع ما أجمالك يسوع ما أجمالك يسوع ما أجمالك ما أجمالك يا يسوع ما أجمالك أنت الأبرع جمالا أنت الأبرع يا يسوع يسوع ما أجمالك أنت الأبرع جمال أنت الأبرع جمال من كل بني البشر يا يسوع يسوع ما أجمالك يسوع ما أعظمك يسوع ما أعظمك يسوع ما أعظمك أنت ربي من أحب أنت ربي من أحب كل قلبي والحياة أعطيتك يسوع ما أعظمك أنت ربي أنت ربي من أحب كل قلبي والحياة أعطيتك يسوع ما أعظم أنت ربي أنت ربي من أحب كل قلبي والحياة أعطيتك يسوع ما أعظمك ما أعظمك ما أجملك أنت الأبرع جمال من كل بني البشر برحب بيكم مرة تانية برحب بالكنائس الوسطينة برحب بمشاهدين الكرمة برحب بيكم تاني واحدة واحدة بنيجي بنكمل الرحلة اللي ابتداها ربنا معانا امبارح وكلنا expectation كلنا كده في توقعات انه ربنا يعمل وسطينا حاجة ويغير قلوبنا بحاجة برحب كمان بالأسس والخدام اللي معانا من كل كنيسة الوحدة الوحيدة اللي بتجمعنا نفس واحدة وحدة واحدة في الصليب باسم يسوع إن شاء الله يوم الأحد بكرة الساعة 6 هنا إن شاء الله الساعة 6 مساء هنا عشان نكمل الرسالة من فضلك لو تأخرنا شوية ما تمشيش لو تأخرنا شوية ما تمشيش
هيبقى في طلبات صلاه، طلبات صلاه للشفاء. لو انت عايز في اي وقت تعالى حطها هنا، ولو انت ما عندكش طلبات صلاه مطلوب منك انك تصلي لاخوك واختك اللي هيبقوا موجودين. فمطلوب ان احنا نقول الريبريزنتيشن بتاع الوحده دي والجسد الواحد نشوفها هنا. امين. فما حدش يمشي وهتصلوا. مش هطول عليكم في الاعلانات، كل الايفنتس اللي انا قلت عليها واكتر منها شويه جت الفلايرز بره، من فضلكم خدوا الحاجات دي. انفورميشن كتير قوي لو قلتها انتوا يو ويل نوت ريممبر اني ثينج، فخدوا الفلايرز وانتوا ماشيين. المكتبه سريعا عدوا على مكتبه الاي او ام، فيها السيديز بتاع المؤتمر، فيها مدارس جديده ما لسه ما نزلتش الميديا، فيها سيديز جديد من بيت الصلاه اللي انا قلت اتكلمت عنه شويه، انه يعلمنا الصلاه، يعلمنا نقعد قدام ربنا فور ا لونج تايم. فمن فضلكم تروحوا على الاي او ام تيبل. في مينستري مينستريز مختلفه بره على تيبل، روح واسال بيعملوا ايه وبيعمل ايه، يمكن تو جيت انفولد ان سمثينج. عايز اقول لكم على حاجه، ربنا خدمه من كنيسه قصر الدباره ابتدت الفود بانك، بنك غذاء قصر الدباره. الخدمه دي الفكره ابتدت من هنا، من وسطينا، من بيننا في كندا، وقالوا احنا عايزين نعمل كده. فاللي حاصل دلوقتي ان هم بيعملوا بنك فود، يعني فود بنك سوري، في مصر. والخدمه دي محتاجه تدعيم. ممكن ندعم عن طريق مور، كلنا عارفين مور، فممكن ندعم عن طريق مور. دي هتبقى بره برضو للحد عايز يعرف مور ديتيلز. انا عايز يعني از ماتش از اي كان بسرعه. عايزين احنا بنتكلم عن الصلاه وبنعمل مؤتمرات صلاه، والسنه دي السنه السادسه، واحنا بقول مش في الاعداد، في الايفكت. كويس. عايزين نعمل حاجه يمكن ما عملناهاش هنا كتير. عايزين نعمل حاجه اسمها مدرسه صلاه، اكويبنج كده، يعني حد يجي يعمل لنا اكويبنج للصلاه. فده هيبقى فيها ليدرز، هيبقى فيها المسؤولين على الصلاه من كل كنيسه. دي دعوه انا بقولها، يمكن الكنائس لسه انا ما ايديدنت كوميونيكيت ويل، بس دعم ده احنا عايزين نعمل كده. فعايزين نيجي علشان لما نرجع لكنايسنا وي نو هاو تو براي، وي نو ازاي نليد الناس للبراير. انا مش بقول ده بس للكنائس المسؤولين القاده او كده، انا بقول لاي حد مهتم بالصلاه، على قلبه موضوع الصلاه ده، حاسس انه بس مش عارف يعمل ايه. فمن فضلك وانت حتى ممكن وقت العطاء او وقت اي نوت ولا اي حاجه مع الاشرز تكتب من ورا كده انا مهتم بالحكايه دي. هقول ساعتها اعرف اسمك طبعا والايميل وسوان، فاعرف اكومنيكيت معاك هتبقى امتى بالظبط، فأقدر أكومنيكيت معك دايركتلي. أمين. فأنا شايف أنه ده حرق، يعني حاجة جديدة هتدينا، هتغير المكان اللي احنا واقفين عليه. أمين. صلوا من أجل الأمر ده. أنا قلت لكم أنه بيحصل معانا غير المؤتمر اللي احنا بنتبارك بيه كل سنة، في مؤتمرين شغالين ورا، مؤتمر للأطفال، وده في تيم بيجي من الانترناشنال هاوس اوف براير في كانزاس سيتي في يو اس. اوكي. فبييجوا فور اوف ذم مع الفولنتيرز بتوعنا بيخدموا اولادنا، وبنشوف ترانسفورميشن، بنشوف حاجات بنسمع عنها اميزنج. السنه دي كمان عملنا يوث كونفرنس، عشان ما يبقاش تشيلدرن بس، يبقى يوث كونفرنس. اليوث كونفرنس دوت جبنا باستور من فلوريدا، يوث باستور، ومعانا الاي او ام مينستري يوث مينستري ليدر بيج. دي كانت استجابه صلاه اساسا، احنا كنا بنصلي بنقول يا رب طب انت بتقول لنا على اليوث وبتقول لنا على التشيلدرن، طب يعني نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه، لغايه ما جالنا انسر تو براير بيج جت. فكان ده حاجه يعني انا دونت نو وات تيل يو اباوت بيج، انما شي ديديكيتد هير لايف لربنا وست هير هارت لربنا، وعلى قلبها انها تنقل فاير كده لليوث. امين. انا نفسي بيج تيجي تعمل مشاركه صغيره خالص على ايه اللي حصل وايه اللي بيحصل، سريعه جدا عشان ما اخدش وقت. او الانتروديوس بيج.
I want to start by saying it's an honor to be able to speak to you guys. I love what God is doing in this room. I love his presence, even just walking in here this evening and just feeling the presence of God in here and your hunger. It's an honor to come in here and share with you for a few minutes about what God is doing in the generation that I'm working with. In 2012, there was a group of young people who began to gather and began to pray. And over the last 2 years, we've seen that hunger just cultivated in their hearts, and God stir a hunger and a longing in their hearts for more of him. And last summer, we decided to do a youth retreat. And I come from Florida, and my youth pastor from Florida, we called him and said, hey, would you come up and would you mind sharing with the youth and ministering? So he brought a couple of his ministry team members, and they came up last summer. And we knew that God wanted to do something. We knew that he wanted to change lives. We knew that he had a plan, but we didn't really realize everything that God had in store. And so last summer we did a retreat, and we were expecting maybe 10, 15 students to come, and we had about 30 to 40 that came. And I remember that first night walking into the room and realizing that God was passionately pursuing their hearts, even more than I could ever hope for them, even more than I could ever dream of God encountering them and speaking to them. He was even more passionate about it. And I want to take a moment to read to you a testimony that one of the girls had emailed me. And she said this. She said, I knew God since I was little. I went to church every Sunday, and I attended Sunday school. I believed in God, but I didn't know who he was. I never really felt his presence in my life until that AOM retreat. This retreat completely changed my life. The leaders' hearts were so lost in God and in his love that it made me want what they had. This retreat made me realize how great God is and the miracles he can do in my life. It opened my eyes to a whole new world. I know now that God loves me, because if I were the last person on this planet, he would have still died for me. I am proud to say that I am his daughter. I want more and more of God each day. The word of God has been sown in my heart, and I began to realize that there is another, better way for me to live. I made great friends and had fun, and I'm looking forward to all God has for me. I can testify just from ministering and mentoring this young lady, the transformation that has taken place in her life. She really has grown, and I can look back on that weekend and realize that God initiated and started something in those services that have begun to put her on a journey of growing in God. I want to let you know that this summer we're doing another retreat. It's taking place August 14th to 17th. It's fairly local. We're going to have registration packets out just in front of the gym outside, with all of the information, with all of the forms that you'll need, and you can register tonight. And the theme this year is Emmaus, and it comes from Luke chapter 24, where after Jesus is resurrected from the dead, two disciples are journeying to the town Emmaus, and they encounter Jesus, and he asks them what they're talking about. And they say, do you not know, have you not heard what is going on? Are you a stranger? And they begin to tell what has happened, and that this man has died and he's been risen from the dead again. And Jesus begins to reveal himself all the way back from Moses' time, and begins to reveal himself through scriptures. And after Jesus leaves, the disciples say this. They said, did not our hearts burn within us as he revealed himself in the word? And this summer, we are believing that God is going to take these young people, and he's going to open their eyes and open their ears to who he is and who he has called them to be. That their hearts are going to begin to burn like never before. We're watching a generation that is beginning to get so hungry for God. They're becoming so dissatisfied with the things of this world and longing for something so much more. And we believe that this summer that God is going to take young people and create an atmosphere where he can begin to encounter them and minister to them and begin to set them on a journey of knowing his heart and knowing who they are. And I want to encourage you that if you have young people that are in here this weekend, if you know young people that are in your family, or you just know anyone who is 13 to 18, I want to encourage you to grab a packet tonight. If you have questions, please feel free to ask me. We are excited about what God is doing
in this generation, and we're excited to be a part of it, and we're looking forward to this August. So I want to thank you for your time. I want to thank you for your hunger and for investing in this generation. I'm seeing the fruit of it, and I am loving what God is doing. Thank you. Thank you. أنا قلت لكم إن ربنا ده نتيجة prayers حصلت for years. بنصلي ربنا بيقول حاجة بنصلي ليها، مش بقول إحنا، يعني إحنا the church، وكنا منتظرين يا رب what to do، فبيدينا talking إحنا small thing، ده اللي أنا عايز أعمله بس on a bigger scale. كويس؟ فأنا عايز مش بس الأولاد يروحوا، أنا عايزين تعددوا الخدمة دي. إحنا مش عايزينها تبقى expensive. لو روحنا قلناها إنها بكذا، الناس لو عندها اثنين أو ثلاثة هيعملوا إيه؟ You understand what I'm saying؟ فأنا عايزين إحنا نعدد الخدمة دي حتى لأولادنا دول. أمين؟ فنعدد الخدمة دي. أنا قبل ما يعني أقول لكم على وقت التبرع وكده، نفسي أقول لكم على حاجة، إنه ولا سنة حصلت إنه المؤتمر ما غطاش نفسه ويمكن زيادة شوية. ولا سنة. وده اللي بيقول إنه إحنا يا رب عايزين، يعني عايزين more of this، عايزين more of this، more of environment like this. فأنا نفسي قبل ما تبتدي تكتب حاجة، هشرح لك بس ما لسه ما تكتبش حاجة. لو هتكتب شيك تبرع، تكتبه payable to UAC Unionville Alliance Church. ده ما هو ده hopes كده. فلو 5,000 في الأعداد اللي حصل دي، I think ممكن خمسة. والdonation to AOM تحت، علشان Unionville Alliance Church هما اللي بيعملوا لنا الموضوع بتاع التاكس ريسيتس ان كده، فده جود انه اوت اوف اور هاندز somebody else is doing this. بس المهم النيم بتاعك والادرس والكده. في فورم يمكن موجوده معاك يمكن مش موجوده، الاشرز معاهم. نفسي ابقى عندي الكونتاكت بتاعتك، الانفورميشن بتاعتك تبقى موجوده علشان اعرف اكومينيكيت معاك حتى لو حاجه للصلاه او حاجه جايه. كمان انا ممكن تبقى بارتنر او فريند مع الاي او ام واللي بتعمله، فممكن خلال الفيزا فيري سكيور برضو عن طريق يونيفيل الاينس تشيرش تقدر تبقى مونثلي كوميتد، وعندنا بيبل كوميتد انه للمينستري دي بيليفينج ان ات. فالانفورميشن موجوده، نفسي يبقى عندي كل واحد ما بيجلوش الايميل اللي انا ببعته اسمي إيهاب، اللي ما بيجيبلوش الإيميل باسمي أنا I need your information علشان أعرف أتواصل معاك في اللي جاي. أمين؟ قبل ما نبتدي الأشرز تلم العطاء، نفسي ناخد لحظة قدام ربنا ونسأله الأول أنت عايز تعمل إيه؟ أنت عايز تقول لي أعمل إيه؟ أمين؟ تعالوا كده غمض عيوننا نطلب من ربنا بحق وحقيقي. يا رب كلمني، يا رب اديني نعمة، اديني يا رب وورد، اديني كده حاجة خاصة يا رب ان انا فعلا عايزني ادي قد ايه. انا بدي لكنيستي، انا ملتزم بيها، ولكن ده offering extra. اسأل من الأشرز ممكن يبتدوا يجمعوا العطاء. هيبقى ده وقت عبادة برضو، احنا مش دي مش حاجة كده وخلاص، ده وقت عبادة اللي بنديه لربنا، ده وقت عبادة. فهناخد وقت عبادة مع التيم while we are gathering the offering. بقول كمان انه قناة الكرمة وتعضيدها في ترابيزة مخصوص برا للي يحب يعضد الميديا ويعضد قناة الكرمة. اللي عايز translation if you need translation Arabic to English, we have in the back some equipment so you can take, right? Let's worship God. Let's تعال نعبد ربنا. تعال نعبد ربنا.
يسوعي باجي لك مشتاق لك برنم بحبك بحبك يا ملكي يسوعي باجي لك مشتاق لك برنم بحبك بحبك يا ملكي يسوعي باجي لك مشتاق لك برنم بحبك بحبك يا ملكي lost his keys in the washroom so ممكن تيجي تاخدها مني. عايزين نكمل مع بعض الرحلة اللي ابتداها معانا الأسيس سامح موريس وقال لنا احنا هنعمل ايه بالظبط وقسمها لثلاث حاجات. فلو if you miss anything go please to the AOM table. فبرحم الأسيس سامح تاني وسطينا يكمل معانا الرحلة دي. كم واحد كان موجود النهارده الصبح؟ طب كم واحد ما كانش موجود الصبح؟ طب ما كنتوش موجودين ليه الصبح؟ اوكي اسمحوا لي اخد تاني المقطع اللي احنا وضع اللجنه اللي صلت وحطت ان ده يكون ال مكان الكتابي اللي نقف فيه ونسمع منه ربنا بيقول لنا ايه وبيدعونا للصلاة وللتضرع والطلب وجه الرب. من اشعياء 56 اسمحوا لي اقرا تاني الجزء دوت. النهارده الصبح كان عندنا وقفة طويلة مفصلة عن الجزء الاخير بيتي بيت الصلاة. ليه الصلاة؟ ليه الصلاة؟ وهي أهميتها ودي أولوية ولا مش أولوية. أفتكر دي حاجة قضية مهمة جدا كويس إن احنا اتكلمنا فيها بدري قبل ما نكمل الرحلة بتاعتنا. عدد 3 فلا يتكلم ابن الغريب الذي اقترن بالرب. وأنا راجع ده لأني عايز أقف عند اصطلاحين مهمين قوي ذكرهم هنا النبي. الذي اقترن بالرب قائلا افرازا افرزني الرب من شعبي excluded me. ولا يقول الخصي ها انا شجره يابسه لانه هكذا قال الرب للخصيان الذين يحفظون ثبوتي ويختارون ما يسرني ويتمسكون بعهدي. خلي بالكم من الاصطلاحات اللي هو مستخدمها هنا. اني اعطيهم في بيتي وفي اسواري نصبا واسما أفضل من البنين والبنات وأعطيهم اسما أبديا لا ينقطع. وأبناء الغريب الذين يقترنون بالرب تاني مرة بيتكلم الكلمة دي ليخدموه وليحبوا اسم الرب وليكونوا له عبيدا كل الذين يحفظون السبت لألا ينجسوه
ويتمسكون بعهدي. آية الشعار آتي بهم إلى جبل قدسي، وده اللي اتكلمنا عنه امبارح، وأفرحهم في بيت صلاتي، وده اللي عايز أتكلم عنه النهاردة، وتكون محرقاتهم وذبائحهم مقبولة على مذبحي، وده اللي إذا ربنا ادانا عمر هنتكلم عنه بكرة، لأن بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب، وده اللي اتكلمنا عنه النهاردة الصبح. اسمحوا لي أخذ دقيقة قدام ربنا، خلينا نحني قلوبنا ونصلي، نطلب أن ربنا ينير عيوننا، يفتح أذهاننا، يفهمنا وعايز يقول لنا إيه. عهدك لتعليمنا يا رب، في كل مرة رأيت الجموع فتحت فمك وعلمتهم، ونحن مجتمعين من حولك لن نسمع إنسان لكن نلقاك يا رب، لنسمع منك، لتحقق لنا هذه المواعيد، لتأتي بنا إلى جبل قدسك The Holy Mountain، لتفرحنا في بيت صلاتك، لتقبل يا رب تقدماتنا ذبائحنا أمامك، تنزل إلينا يا رب، واملأ قلوبنا مرة تانية صلوات وتضرعات، املأ قلوبنا مرة تانية يا رب بأشواق مقدسة لشخصك، ادعو العروس مرة تانية يا رب للقائك، وأنها تخرج وراءك حاملة صليبك، إكرام للمسيح، وفي اسمه الغالي اسمعنا وأجيبنا، لك المجد، آمين. إلى ابن الغريب اللي مش من هنا، اللي مش من الحظيرة ديت، اللي حاسس انه مين انا عشان ادعى من شعبه، بيقول اعطيهم اسما افضل من البنين والبنات، وده بيحصل دلوقتي، ده بيحصل دلوقتي، حصل زمان لما دخل الامم الى الايمان وصار ابطال الايمان هم انطونيوس واثناسيوس، اسماء لم تكن من الاثنى عشر، لم تكن من اليهودية، لكن أسماء إحنا ككنيسة مصرية بالذات، وأوسطينوس من شمال أفريقيا، أسماء دخلت وصارت أسماءهم أفضل من البنين والبنات. ربنا بيعملها تاني لمن دول، وبيأتي بشاول الترصوصي من الكورة البعيدة ليعطيهم أسماء أفضل من البنين والبنات، ونصبا تذكارية في بيت الله، واستخدام إلهي عجيب. لما لمدة بنصلي عشان ربنا يصنع آيات وعجائب ويشهد ليه، وبنصلي الصلاة دي كتير، أعطي عبيدك أن يتكلموا بكلامك، بمد يدك للشفاء، وشفنا كل شوية كده نسجل اختبارات لناس بتخف، وناس ربنا بيتراءى ليها، وناس بيلمسها، لكن أكتر أماكن ربنا بيصنع فيها آيات وعجائب بتاعت ابن الغريب ديت. ولاد الغرباء هم اللي ربنا بيصنع معهم آيات وعجائب عجيبة في هذه الأيام. الوعد ده بيتحقق وبيتحقق، وبيشجعنا إن بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب لكل العالم، هكذا أحب الله العالم، ما عندوش خيار وفقوس خالص، ما عندوش، محبته للكل ويده مفتوحة للكل. أما للخصي اللي هو من البيت لكن حس أنه أقل من الباقيين، إمكانياته أقل، قدراته أقل، على الأقل مش هيقدر يثمر، مش هيقدر ينجب بنين وبنات، ربنا بيقول له ما تقولش أني شجرة يابسة، ما تقولش الكلمات ديت، بالعكس الوعد لك انك تكون مثمرا ومباركا جدا ويكون لك نصيب. وبعدين بيقول لدول ولدول وللناس التانيين كلهم
ربنا عايز يعمل ايه؟ ربنا عايز يأتي بنا الى جبل قدسي، ياخدنا الى مكان سكناه، يرفعنا فوق الظروف، فوق المنظور، الى لقاء مع السحب، الى لقاء مع ربنا، لنراه ونرى العالم من المنظور الالهي. ومن هنا تبتدي البدايه، من جبل الله حريب، من هناك بدات القصه الحقيقيه في حياه موسى عشان يخرج شعب من العبوديه. ابتدت على الجبل، ابتدت ان خده هناك وقبله، وراه هو مين، وراه هو عايز يعمل ايه، وقدر الشخص ده يثق في ربنا ونزل، وتتابعت الاحداث بسرعه مذهله. البدايه دايما تبدا من على الجبل المقدس، تبدا من اللقاء الحقيقي بربنا. وبعدين في هذا اللقاء الحقيقي على جبل قدسه، النتيجه الاولى اللي هنتكلم عنها على طول، افرحهم، افرحهم، افرحهم في بيت صلاتي. الجبل ده هو بيت الصلاة. ايه الصلاة؟ صلاة الطلبات والتضرعات؟ لا، الصلاة مش ان انا اطلب، الصلاة هي الاتصال، هي الصلة، هي المقابلة دي بقابل ربنا. في المقابلة ديت جزء صغير منها اني بطلب، لكن الجزء الاكبر منها اللقاء، لقاء الحب، لقاء الحب، الاستنارة، الشبع. وأول شبع بيبان أفرحهم، أفرحهم، وبدل حزنهم ويأسهم إلى فرح ورجاء، أفرحهم بهذا اللقاء. وده اللي عايزين نركز عنه النهاردة. لكن قبل ما نكمل المشوار ده، عايز أرجع حتة كده ما قلتهاش امبارح. لما أتكلم عن أبناء الغريب، بني الغريب، ولما اتكلم عن الخصي، قال عنهم حاجتين يميزوا الاثنين دول، مع انهم مش شايفينهم مستحقين، مع انهم شايفين اقل من الباقيين، لكن في حاجتين يميزوهم. اتمنى تميزنا كلنا عشان نعرف نطلع للجبل، عشان نعرف نفرح في بيت الصلاة، عشان نعرف تكون ذبائحنا مقبولة على مذبحه. ايه الحاجتين دول؟ قال اقترنا بالرب، يقترنون بالرب. والحاجة التانية قال ويتمسكون بعهدي، ويتمسكون بعهدي. هو ده كتير ولا ده أبسط البسيط؟ ما محدش هيرضى يطلع أصلا، وربنا مش قادر ياخد حد فوق إلى السحاب ده، إلى اللقاء ده، إلى الفرح والعرس ده، إلا لو كان الشرطين دول موجودين. إيه الشرطين دول؟ يقترن بيا. الاقتران ممكن الكلمة دي زي عقد القران، مش كده؟ يتجوزني. لا لا، هي كلمة أقل من كده شوية، لكن خلينا ناخد العربي بتاعها، حلوة برضو، حلوة، عجباني. لكن هي bound to me، ارتبط بيا. اللي ارتبط بي برضو، تيجي في الجواز اسمه ارتبطت، صح؟ يقول لك ارتبطت ولا ما ارتبطتش، صح؟ هي برضو نفس الفكره. هي اولئك الذين ارتبطوا بي، اقترنوا بي، ده كل المطلوب منهم. انا تقدمت لهم، هم قبلوا، فارتبطنا. ارتبطنا بايه؟ بالكلمه الثانيه، بعهد. ويتمسكون بعهدي. ألف النص حاجتين كده، يفعلون مسرتي، ألي يحفظون سبتي. لكن الكلمة الأوسع اللي ختم بيها في الاثنين، في الغريب وفي الخصي، يتمسكون بعهدي. كل اللي ربنا متوقعه مني عشان يقدر يخدني إلى جبل قدسه ويفرحني في بيت الصلاة وتكون تقدماتي وذبائحي مقبولة، هي الكلمة دي، يقترن بي
يتمسك بعهدي. أنا شرحتها كتير قوي الكلمة ديت، واللي متابعني في الوعظ قلتها 15 مرة أو 15,000 مرة، مش عارف كم مرة، بس هشرحها تاني. والتكرار يعلم الشطار، مفيش أي مشكلة. يعني إيه العهد الإلهي؟ إيه عهد الجواز؟ لما قال إن الكتاب أنه يترك الرجل أباه وأمه يلتصق بامرأته، هذا السر عجيب ولكني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. فربط العلاقة بين المسيح والكنيسة بالعلاقة بين الرجل والمرأة، والعلاقة بين الرجل والمرأة علاقة عهد، والعلاقة بين المؤمن والمسيح علاقة عهد. ويتمسكون بعهدي آتي بهم إلى جبل قدسي وفرحهم في بيت صلاتي، تكون تقدماتهم وذبائحهم مقبولة أمامي. إيه العهد؟ العهد إن أنا ليك وإنت لي، ده العهد. العهد القديم هطلب منك طلبات، وإذا كنت جدع اعملها ومحدش يعرف يعملها. العهد الجديد، هذه الكأس هي للعهد الجديد بدمي، اشربوا منها كلكم. إيه العهد الجديد؟ أنا ليك وإنت ليا، أنا ليك بالكامل، كل ما هو لي هو لك. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. أنا لك، والنص الثاني من العهد، وأنت لي. بولس بيقول كل شيء لكم، أما أنتم فللمسيح. ده العهد، ده الجواز. الجواز إن بيجي رجل امرأة يقول لها أنا جاي أعطيك نفسي، وهي تقول له أنا أعطيك نفسي. بيجي زوج يقول لها أنا ملكك، وهي تقول له أنا ملكك. فبيغيروا الخاتم، بياخد الخاتم بتاعه بيديهولها، وهي بتاخد الخاتم بتاعها وتديهوله. فبيغيروا الملكية. أنا كنت أمتلك نفسي، لما دخلت في عهد مع المسيح صرت لا أمتلكني، هو يمتلكني وأنا أمتلك. صارت لي الحياة هي أنا، لا صارت لي الحياة هي المسيح. يتمسكون بعهدي. أنا أفتكر هي دي المشكلة، هو ده المرض اللي موجود في الكنيسة، هو ده اللي منعنا أننا نحب الصلاة، هو ده اللي منعنا أننا نصعد إلى الجبل المقدس، هو ده اللي حرمنا أننا نفرح في بيت الصلاة، هو ده اللي منعنا أن صلواتنا تصعد بخور أمام الله مقبولة، مع أننا مش أبناء الغرباء ومش الخصي، لكننا لا نتمسك بعهديه. لكن ابن الغريب والخصي الذي يتمسك بعهده يعطيه اسما أفضل من البنين والبنات، ويأتي به إلى جبل قدسه ويفرحه في بيت الصلاة، وتكون تقدمات وذبائح مقبول أمام الله. احنا في حياتنا مع ربنا عايزين ناخد من ربنا، ما ربنا بقى كريم وجواد وصالح، فاخد. ولما ادي ادي اللي عايز اديه، ودي اقول له انا بديك اهو، مش ده العهد، مش دي علاقة العهد. علاقة العهد اني لم اعد امتلك شيء في حياتي، لم أعد أمتلك شيء، لم أعد أمتلكني، لم أعد أمتلك شيء فيا أو عندي خالص، من أول جسدي لوقتي لفلوسي لمواهبي لأسرتي، ولا حاجة منها بقت بتاعتي، ولا حاجة. كل ما لي هو له، كل ما لي هو له.
عشان يبقى كل ما له هو لي، عشان نعرف نعيش علاقة الحب، عشان نعرف نتكلم بلغة واحدة، عشان نعرف يقول كده يفعلون مسرتي مش مسرتهم، عشان يعرفوا يحفظون سبوتي. إيه اللي يخليني أحفظ السبت؟ هو إيه السبت؟ السبت إن في يوم برتاح فيه مع ربنا ولربنا، بدي كده أقعد يوم في الأسبوع ما عملش حاجة غير أنا وربنا بس، مش حاجة تانية. زي ما كده الأب كده يقول لك حد يوم للعيلة، طبعا طول الوقت على التليفون وبتاع ومش عارف ايه وبيعمل شويه حاجات كتيره، بس يقول لك يوم للعيله. انا مش قادر ادي لربنا يوم الحد بنروح الكنيسه ساعتين، لا ده يوم 24 ساعه لربنا. انا مش بعرف اعمل كده، صعب عليا قوي. لو اجتماع طول في صلاة هنزهق بعد ساعتين ثلاثة، هيخلص الكلام، لأن أنا طلبت كل اللي أنا عايزه. لكن في العهد أنا مش بطلب اللي أنا عايزه، أنا في العهد أنا بتاعه، أنا ما عنديش حاجة تانية، أنا ما ورايش حاجة تانية في الحياة غيره، أنا مش عايش لأي حاجة تانية في الحياة غيره، أنا ما عنديش شغلانة تانية في الحياة غيره، أنا بشتغل له، أنا بتجوز له، أنا بخلف له، أنا بصرف له، أنا كل اللي عندي هو، أنا ليه الحياة هي المسيح. مش كده بيقول لي تعالى نصعد للجبل، أطلع جري على الجبل. مش كده لو قعدت فترة ما قابلتوش البدله في الدور أعيد له كده، هشوفك يعني مش انت حياتي، انا عايش زي ما غيرك. الذين يقترنون به ويتمسكون بعهدي. قد ايه في حياتك لسه ملكك؟ قد ايه عندك لسه بتاعك؟ عشر في المية؟ 20؟ 30؟ 5؟ لو فاضل 5% بتاعتك انت كسرت العهد اللي بينك وبين ربنا. لو 10% في قلبي مش لمراتي، لواحدة تانية، يبقى اسميه بخونها شوية. ولا اسمي بخونها وكسرت العهد. أنا أفتكر دي مشكلة، إن الكنيسة لا تعيش العهد كعروس للمسيح. أنا لحبيبي وحبيبي لي. لو أنا صرت الحبيبي، حبيبي حيبقى لي، حيبقى المسيح لنا، المسيح في وسطنا، وكل ما له هو لنا، كل ما له هو لنا. وناس كتير تستغرب ليه الوعود دي مش تعرف في حياتي؟ الكلام ده كبير، الكلام ده بتاع القديسين، الكلام ده بتاع ال- 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 الخاصة، الكلام ده بتاع الخصي وبنو الغريب الذين يتمسكون بعهدي. اللي فهموا السر ان اللي بيني وبينهم علاقة مش اتفاق، مش كونتراكت، مش عقد، اللي بيني وبينهم عهد، اللي بيني وبينهم عهد، وعهد أبدي، أنا لك وأنت لي، كل ما لي هو لك، وكل ما هو لك هو لي، كل شيء لكم. بولس بيقول كده، أما أنتم
فللمسيح لستم لأنفسكم لأنكم اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. أجسادكم الأمور المادية وأرواحكم حتى الأمور الروحية اللي في حياتي مش ملكي، حتى الأمور الروحية اللي في حتى الاختبارات الروحية حتى المواهب الروحية اللي في حياتك مش بتاعتك، هي لله. علاقة العهد دي تخلي ربنا يقدر بسرعة ياخدني إلى جبل قدس ويفرحني في بيت صلاته وتكون تقدماتي ومحرقاتي مقبولة أمامه. بفضلك وإحنا بنكمل رجع شوية، أنت لازلت متمسك بالعهد اللي بينك وبين ربنا ولا كسرته؟ أنت اللي بينك وبين ربنا لازلت عهد من الحب، الملكية المتبادلة. هو راح شهر عقاري وكتب باسمك كل حاجة عنده، وانت رحت للشهر العقاري وكتبت كل حاجة عندك باسمه. تخيلوا ان احنا في العهد ده بنبقى مترددين، بنبقى حاسس يا لهوي ادي ربنا كل، يا لهوي دي خسائر فادحة، مع ان في نفس العهد ده كل حاجة عنده هتبقى بتاعتك. صح؟ انا عايز الاثنين، انا عايز كل حاجة بتاعتي وكل حاجة بتاعتي تبقى بتاعتي. تبقى طفل صح؟ آتي بهم الى جبل قدسي، الى هذا اللقاء بي، الى موضع سكنائي في الموقع، في الموضع المرتفع والمقدس اسكن. النتيجه الحتميه اني افرحهم في بيت الصلاه. في بيت الصلاه، الصلاه دي في اللقاء ده يحصل فرح، فرح 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 لا ينطق به ومجيد. جيت اجتماع وخرجت مش فرحان تبقى قابلت ربنا؟ اكيد لا. دخلت تصلي وطلعت مش فرحان تبقى قابلت ربنا؟ اؤكد لك لا، لا يمكن. بس احيانا اللقاء بربنا بيشعرني بالذنب، اللقاء بربنا بيحسسني قد ايه انا مقصر، لقاء ربنا بيكسفني، لقاء ربنا بيعريني، فبطلع مش فرحان. مش حقيقي، عارفين مش حقيقي، مش حقيقي. مش ممكن اقابل ربنا واطلع حاسس بالذنب. اقدر احضر وعظه واحس بالذنب، والوعظ اكتر ناس يقدر يخلوا المؤمنين يحسوا بالذنب، جدعان قوي في الحكايه ديت. ربنا ما بيعملهاش بقى. أبسط دليل بعد القيامة، بعد القيامة لما المسيح ظهر لهم مفروض كان يبقى كلهم وشهم فين؟ كده صح كده؟ يعني صح كده؟ يعني بطرس الأول يعني مفروض يطلع يجري، ها؟ وبعدين مش بطرس بس الانكر ده، كلهم ايه؟ هربوا، ما فيش غير يوحنا اللي دخل معاه وكان موجود عند الصليب، والباقيين كلهم يعني ما يتخيروش عننا صح؟ مفروض لما يقابلوا المسيح بعد اللقاء ده يحصل ايه؟ يحصلوا بالذنب، ها صح؟ بيقول الكتاب فرح التلاميذ اذ رأوا. لقاء ربنا بياخد مني الخزي، لأن بيبصلي ما بيبصليش بلوم وعتاب، بيبصلي بحب وبيملأ قلبي أمان، ونظرته ليا دايما بتقولي أنا لسه بثق فيك، أنا لسه بحبك، أنا لسه عايز أستخدمك، أنا لم أفقد الأمل فيك. ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب.
الظروف كانت اتغيرت. بيلاطس كان استقال. رئيس الكهنة كان مات. الشعب كان آمن بالمسيح صح؟ صح؟ والظروف كانت زي ما هي. زي ما هي. ولا حاجة اتغيرت في الظروف الموجودة. هم قاعدين في العليه وقافلين الباب خوفا من اليهود. مفيش ولا حاجه اتغيرت، مفيش 3000 نفس امن، ولا حاجه اتغيرت، كل حاجه زي ما هي. بس راى التلاميذ الرب ففرح التلاميذ. اتي بهم الى جبل قدسي. النتيجه الحتميه الحقيقيه اللي تؤكد لي اني كنت معه على الجبل المقدس هو فرح لا ينطق به ومجيد. الكنيسة اللي مش فرحانة يبقى مش قاعدة على الجبل. الكنيسة اللي مش فرحانة يبقى مش قاعدة على الجبل. الكنيسة اللي مش فرحانة تبقى ما طلعتش الجبل. الكنيسة اللي بتطلع الجبل تفرح وتزغرط وتهيص والظروف ولا تفرق معها. طول الثلاث سنين اللي فاتت دول مش عارف اوصفهم بايه. ثلاث سنين ونص دول اوصفهم بثلاثين سنة، اوصفهم بثلاثمائة سنة. يعني متهيألي الواحد يعني كل حاجة فيه اتغيرت في ثلاث سنين قد الثلاثين سنة اللي قبله. بس أكتر حاجة غريبة في الكنيسة عندنا روح الفرح. روح الفرح. ببص للناس في الذهول. زغاريط زغاريط زغاريط. واحد صاحبنا قوي أنا وإيمان هو ومراته عايشين في أمريكا وينزلوا كل سنة على الأقل مرة أو مرتين. ونزلوا في وقت كان من الأوقات الصعبة جدا، الميدان مظلم والمظاهرات مش عارف إيه وحاجة كده. وبعدين لفوا شوية في الأجواء ديت وبعدين دخلوا الكنيسة. الكنيسة مميزة وبتاع. بعد الاجتماع قابلونا قالوا لنا في إيه؟ قلنا لهم ماله في إيه؟ قال أنتوا عايشين هنا؟ قلنا له طبعا إحنا موجودين هنا، إحنا موجودين قوي هنا. قال بره حاجة وجوه حاجة تانية. بره ضلمة وحزن وكآبة وخوف، والكنيسة فرح وحرص. انتوا دريانين؟ اه. انتوا فايقين؟ اه. انتوا شاربين؟ لا. آتي بهم إلى جبل قدسي وهناك أفرحهم. أفرحهم بإيه؟ بحاجتين. أفرحهم بيا. بيا. به تفرح قلوبنا. به تفرح قلوبنا لأننا على اسمه القدوس اتكلنا. لتكن رحمتك علينا يا رب حسبما انتظرناك. به تفرح قلوب. عايز أقول لكم الحكاية دي. القلب ما بيفرحش غير بالرب. من الآخر كده ما فيش حاجة تفرح القلب غير الرب. ما فيش. عندنا حفيدة جميلة قوي هدية كده ربنا ادهلنا تعزية كده من السماء. وبعدين حفيدة بنت. كان عندنا 3 ولاد فأول مرة يبقى عندنا العنصر النسائي دوت. فإحساس تاني خالص. كناش عارفين هنعرف نتعامل مع البنات. احنا تعودنا على الولاد. حتى يعني بعد ما كان عندنا ولاد فلما أصحابنا بيخلفوا ما بنعرفش نتعامل مع البنات. دايما نروح نلعب مع الولاد. فأول حفيدة بنت كنا يعني حاسين مش عارفين يعني هنعمل ايه. بس ثبت قلوبنا. طيارت الابراج اللي فضله بعد الثوره من عقولنا.
بس أقول لكم الحقيقة، فيش حاجة تفرح القلب غير الرب. مفيش. اللي من الأخرانين دول ربنا مديني يعني امتياز إني أسمع اختبارات ناس كتير بتيجي للمسيح فبتحكي اختبارها في مناسبات مختلفة. اختبار من الاختبارات دول أثرني جدا وأحب أحكيه، وسامحوني مش أقدر أحكيه بتفاصيله لأسباب حضراتكم تعرفوها. شخص بسبب أنه جالي المسيح خسر كل حاجة، كان عنده شقته ومكتبه وعربيته ومراته ومفروض عياله، بسبب إيمانه بالمسيح خسر كل حاجة، خسر مراته وعياله وشقته ومكتبه وعربيته ووظيفته وترمى في الشارع مش عارف يروح فين. حد خده عنده وشغله سواق، فشكر ربنا جدا لأن قال له يا رب أنا مش عايز أشحت، أنا عايز أشتغل، فلقى شغلانة سواق كده يدوبك بتخليه ما يمدش إيده. بعد ما حكى كده إزاي التقى بالمسيح وقصته قعد جنبي كده وقال لي عايز أقول لك حاجة أسيس. قال لي عندي، كان عندي كل حاجة وما كنتش سعيد ولا فرحان، ما عنديش ولا حاجة دلوقتي ولا حاجة، عندي المسيح وما أقدرش أقول لك الفرح اللي في قلبي والتعزية والشعور بالاكتفاء اللي جوايا عجيب لا يوصف. بصيت له كده قلت هو ده بني الغريب، هي دي القصة الحقيقية. احنا مش عارفين اللي عندنا، احنا مش فرحانين بالرب، احنا عايزين نفرح بعطاياه. آتي بهم الى جبل قدسي وافرحهم في بيت الصلاة، لأن في بيت الصلاة أنا حقابلهم، ولما أنا أقابلهم حتفرح قلوبكم زي ما قال للتلاميذ ولا ينزع أحد فرحكم منكم. أنت بتخش الكنيسة وبتطلع مش فرحان لأنك ما قابلتوش، أنت بتخش تصلي وتطلع مش فرحان لأنك ما قابلتوش، لو قابلته هتفرح فرح لا ينطق به ومجيد. الكنيسة الفرحانة كنيسة هي بيت الصلاة، الكنيسة اللي مش فرحانة كنيسة المكسورة، كنيسة اللي مش متعزية، كنيسة اللي مكشرة، كنيسة الحزينة ما قبلتوش، مش ممكن نقبله ولا تفرح قلوبنا. في مزمور 105 بيقول لتفرح قلوب الذين يلتمسون الرب، اطلبوا الرب وقدرته، التمسوا وجهه دائما. احنا دائما مشكلتنا هي السبب ده احتياجاتنا، ولو عملت لنا اللي احنا محتاجين له هنفرح. لا، في فرح أعظم بكتير قوي، لقاؤه، لقاؤه، لقاؤه. في فرح تاني بيقول عنه الكتاب به تفرح قلوبنا، لكن بيقول كمان عنه لا في نوع تاني من الفرح. بيقول ايه؟ مزمور 107 بيتكلم عن أعمال الله، يجعل الأنهار قفرا ومجاري المياه معطشة، الأرض المثمرة سبخة من شر الساكنين فيها، وبعدين يجعل القفر غديرا مياه، أيضا يابسة ينابيع مياه، يعني الشر بوظ الدنيا، وبعدين ربنا اتدخل ويجعل القفر غديرا
غديرة مياه وأرضا يابسة ينابيع مياه. وبعدين بيتكلم عن حاجات الله بيعملها. وبعدين في الآخر بيقول في عدد 42 يرى ذلك المستقيمون فيفرحون. آية تانية جميلة قوي. اسمعني كويس. مزمور 92 بيقول له لأنك فرحتني يا رب صنائعك بأعمال يديك أبتهج. ما أعظم أعمالك يا رب وأعمق جدا أفكارك. مش عطاياك. احنا بنفرح بالعطايا. لكن اللي بيقوله الكتاب فرح بحاجتين مش عطاياه. بفرح به وبأعماله مش بعطايا ليا. مش بعطايا ليا. لما بتسمع خبر ان فلان قبل المسيح وتغيرت حياته. لما بتسمع خبر ان الله تدخل وغير مجريات الامور. لما بتسمع عن اعمال الله بتفرح. بس ما عمليش انا حاجة. بالعكس بتضايق. اشمعنى بيعمل كده معاهم ومش بيعمل معايا. فلانة دي طلبت وربنا شفاها وانا طلبت وما شفانيش فازعل. لا في حاجة غلط. لا في مصيبة. في مصيبة. انا فرحت بالرب وفرحت باعمال يديه وبصنائعه اللي بتشهد عنه اللي بتمجده في عيون الناس. لان انا بحبه هو ففرحت بيه وفرحت باللي هو بيعمله عشان يمجد نفسه امام الاخرين. ده الفرح الحقيقي اللي فوق اللي على الجبل. ده الفرح الحقيقي لما بقترن بالرب. ده الفرح الحقيقي لما بحفظ عهدي معه. بفرح بصنائعه مش بعطاياه. ومن إيرين يمكن تسمع عنها انتقلت. الست دي كانت غريبة جدا. كان لما يجوا المرضى عشان تصلي لهم كانت بتصلي بالطريقه ديت. يا رب مد ايدك وشفيهم وانا على استعداد انك تحط الامراض دي عليا. انا اعيا بس هم يخفوا. بيقولوا ان كان عندها الامراض كلها ومش بتصلي الشفاء. هي بتفرح بصنائعه باعمال يديه مش بعطاياه ليها لانها بتحبه هو عايشه ليه هو. فكل حاجه بيعملها بتشجعها مش بتحبطها. ربنا اداني امتياز ان يكون جزء من رابطها بتربط مجموعه من الخدام والاسوس من انحاء العالم. نلتقي كل سنه نقضي وقت مش مؤتمر لقاء نحكي نسمع اخبار بعض ونصلي لبعض ونناقش بعض القضايا اللي بتمسنا كلنا على مستوى الكنيسه في العالم. يا ترى نعمل ايه ويا ترى ازاي نتعلم من بعض ما يجب أن نفعله. بحرص أني لازم أكون موجود. المعادة يتقفل في الأجندة بتاعتي برغم السفريات الكتيرة. لأن ده الوقت اللي بروح أسمع ربنا بيعمل إيه في العالم. ربنا بيعمل إيه. ربنا بيغير التاريخ إزاي. إيه اللي بيعمله في إندونيسيا؟ اجتياح. اجتياح. عدد المؤمنين النهاردة في اندونيسيا زاد عن 30% من السكان.
من 220 ولا 210 مليون ممكن تتخيل بنتكلم عن 60 مليون. الكنائس الصغيرة هناك ممكن يبقى عددها كنيسة صغيرة كده يعني 25,000. طبعا انتوا عارفين انها مش بلد مسيحية. اخر مؤتمر صلاة كبير اتعمل في العالم اتعمل في اندونيسيا، كانوا حاضرينه. احنا بيكون عندنا مؤتمر صلاة ويحضر 5,000 واحد بنقول 5,000 ها كده يعني. هم اللي كانوا حاضرينه 2.5 مليون. فرحتني بصنائعك بأعمال يديك أبتهج. مش قلت ما أقول جتنا خيبة جتنا خيبة جتنا خيبة جتنا خيبة. آتي بهم إلى جبل قدسي وهناك افرحهم بي وباعمال يدي. يرى المستقيمون فيفرحون. عايز فرح حقيقي واللي عايز بس احتياجاتك. اسفر حقيقي موجود فوق على الجبل المقدس. هناك تفرح العروس بعريسها. هناك علاقة العهد الحميمية تتحقق في لقاء حي من الحب. فأشبع بحبه وأفرح به. وهناك أرى آياته وعجائبه وصنائعه. أرى أن ما هو صانعه عجيب ورهيب. أنه يزلزل الأمم ويزلزل الشعوب ويأتي مشتهى الأمم. وأفرحه في بيت صلاة. ليه في اجتماعات العبادة؟ ليه في اجتماعات الصلاة بناخد وقت للتسبيح؟ ليه بنجيب بيبو؟ أو ما شبهه يعني؟ عشان يسلينا لغاية لما بقية الناس تيجي عشان الواعظ يوعظ، مش كده؟ جريمة. عشان يسخن الجو. ايه التسبيح؟ التسبيح هو اللي بندخل به الى محضر الملك. ادخلوا ابوابه بحمد دياره بالتسبيح. ده اللي بندخل به الى محضر الله. ده اللي بندخل به الى الجبل المقدس. ده اللي بيه بنغلق عيوننا عن العالم المنظور لندخل إلى القدس الأقداس غير المنظور، لنكون معه على الجبل المقدس. هناك نفرح به. هناك نفرح به. هناك نغني للرب أغنية جديدة. هناك تمتلئ قلوبنا بالتعزية الحقيقية. وأحول نوحهم إلى فرح ويأسهم إلى رجاء. ساعتها يقدمون على مذبحه ذبائح وتقدمات فتصير مقبولة. لأنها حاجات حقيقية. حاجات out of love, out of joy. ساعتها بنقدم على مذبحه نفوسنا وأشواقنا الحقيقية.
ساعتها بنطلب مال الله مش لأنفسنا، ساعتها بنطلب مجده، ساعتها بنبقى عايزين له هو مش لنفسنا. ساعتها الصلوات دي تستطيع أن تفتح أبواب السماء وأن تفتح أبواب الجحيم. دي الكنيسة. اللي ربنا طالبه كتير، طالب عهد. في العهد ده هو هياخده الى الجبل المقدس وهيفرقني به وبصنائعه. احنا شفنا السنين اللي فاتت دي، شفنا مش الظروف تتغير، شفنا الطلبات التي طلبناها بتتحقق، شفنا صنائعه وأعمال يديه، شفنا اللي نكتبه في كتب ونحكيه في حكايات. وحيجي الوقت اللي حنقول للناس ما صنعه الرب. خذ لحظات بينك وبين الرب. ربنا عايز يفرحنا بيه، ربنا عايز يعلن نفسه لينا، ربنا عايز يعيد للكنيسة الاختبار ده. فرح التلاميذ إذ رأوا الرب، امتلأت أفواهنا ضحك وألسنتنا ترنما عندما قيل بين الناس أن الرب قد عظم العمل معنا، فصرنا فرحين. ده الفرح الحقيقي بيه وبصنائعه وبأعمال يديه. هل انت في عهد؟ هل حفظت العهد ده ولا كسرته؟ مش يمكن ده اللي مش مخليك مش عارف تفرح ولا تدخل لمحضره؟ مش يمكن ده اللي مخليه مش قادر يمسك ايدك ويصعدك الى جبل قدس؟ مش يمكن دي المشكله؟ مش يمكن دي الكنيسه اللي حرمنا من حضوره في وسطنا وفرحه؟ السلطان اللي هو ادهلنا ان نربط وان نحل، ان نفتح وان نغلق. خد دقيقه من فضلك، عايزين كلنا النهارده عايزين نرجع تاني للعهد. انا لك وانت لي، أنا لك بجملتي وأنت لي بكل ما فيك يا رب. الكنيسة ليك وأنت للكنيسة. يا عروستك اللي ملكك، ملكك بالكامل وأنت ليها بالكامل، بالكامل بحبك، بقدرتك، بحكمتك، بغناك، بسلطانك، بغيرتك. هي مش لنفسها، هي ليك يا رب. رجعني تاني في عهد الحب ده معاك يا رب. رجعني تاني أتكلم اللغة دي وياك. لستم لأنفسكم لأنكم اشتريتوا بثمن، كل شيء لكم. أما أنتم فللمسيح، أما أنتم فللمسيح، أما أنتم فللمسيح. فأنا لك ولغيرك لن أكون. ولغيرك لن
ولأجلك فأنا لك ولغيرك لن نكون ولأجلك كل تضحية تهون ليس مثلك من يحبني من يحبني بفؤاده الحنون بفؤاده الحنون ليس مثلك من يحبني بفؤاده الحنون أكون في الدنيا سرابا ينتهي قد حرمت من أمجادك مولاي أشكر امتيازك الذي قد ضمني واختارني لبيتك فأنا لك ولغيرك لن أكون مثلك من يحبني بفؤاده الحنون ليس مثلك من يحبني بفؤاده الحنون اعرف الحقيقة دي كويس مفيش حاجة هتفرح قلبك غيره مفيش به تفرح قلوبنا هيفضل هو فرح الكنيسة وتعزيتها انت مش فرحان لأنك بقالك مدة ما قابلتوش انت مش فرحان لأنك بقالك مدة ما شفتوش مش لأن الظروف وحشة سيبك من الظروف مش لأن ضعفاتك كتيرة سيبك من الضعفات التلاميذ كانوا في حالة يزرى لها يرسى لها انت مش فرحان لأنك بقالك مدة ما شفتوش ما قابلتوش النهاردة كلنا عايزين نقول له فرحنا بيك يا رب فرحنا بيك فرحنا بيك النهاردة بنقول لك يا رب احنا عايزينك انت وبنقول لك انت فرحة قلوبنا انت وحدك يا رب عريس ارواحنا انت وحدك شبع القلب انت وحدك يا رب الكنيسة عايزة ترجع تدخل في عهد مقدس معاك مرة تانية يا رب وتحفظ هذا العهد انها تحبك بكل قلبها وتكون لك بالكامل يا رب وتصون العهد ده يوم بعد يوم أفرحنا بطول الطريق طول ما انت لينا يا أغلى رفيق ومهما طار بين المشوار هنغني لشخصك ونعلي أفرحنا بيك طول الطريق طول ما انت لينا يا أغلى رفيق مهما طار بين المشوار هنغني لشخصك ونعلي تسبيحك يا
كل حياتنا أكيد مضمون. تسبيحك يعلى ويعلى الفوق، ألحان الحمد هتملى الكون. ترنيم الشكر معاك هيدوم، ملكك لحياتنا أكيد مضمون. واهتفنا ليك يعلى التمجيد، نرفع ونقدم ليك أناشيد. دي حياتنا معاك أمجاد بتدوم، رافضين هنحقق بينا وعيد. واهتفنا ليك يعلى التمجيد، نرفع ونقدم ليك أناشيد. دي حياتنا معاك أمجاد بتدوم، كل حياتنا أكيد مضمون. تسبيحك يعلى ويعلى الفوق، ألحان الحمد هتملى الكون. ترنيم الشكر معاك هيدوم، ملكك لحياتنا أكيد مضمون. عايزك تاخد لحظات كده النهاردة، عايزين ربنا يفرحنا بصحيح، يفرحنا بيه وبصنائعه، مش بعطاياه. عايزين نرجع ككنيسة مرة تانية، نسمح لي أنه يجتاز بين الصفوف ويوجد لنا، ويوجد لنا ليفرح جميع الذين يلتمسون وجهه. دور ناحية حد من الموجودين، قول له أنا جاي ألتمس وجهك النهاردة، أنا عايزك أنت، عايزك أنت، أنت فرحتي الحقيقية. أنا مش عايز منك، أنا عايزك، أنا عايز الفرح الذي لا ينزع مني، الفرح الذي هو قوتي. فرح الرب هو قوتكم، هو الوقود اللي يخليك تجري وتمشي وتكمل. تدور ناحية حد وصلي معاه، كل اتنين مننا، كل اتنين مننا، خلينا نصلي مع بعض. قول له أنا بلتمس وجهك. مكتوب كده ليفرح جميع الذين يلتمسون وجهه، وأنا واحد من الجميع دول النهاردة، وأنا هفرح بيك، وأنا هفرح بيك مش بظروفي، مش بضعفي، مش بإمكانياتي، مش بحالتي، هفرح بيك أنت، هفرح بيك أنت كابن الغريب وكالخصي. أنا هفرح بيك في بيت الصلاة، في محضر الرب. أنا هفرح بيك في محضرك. يهرب كل حزن وتنهد، يهرب كل حزن وتنهد. يهرب كل حزن وتنهد، كل كآبة قلب، كل كسرة، كل حسرة، كل خيبة أمل. فرحني بيك وبصنائعك النهاردة. أنا واحد من الملتمسين وجهك النهاردة.
واقف معايا، خليه كلنا في نفس واحد. أنا هفرح بيك، أنا هفرح بيك عشان أنت بتكفيني. أنا مش هبص لضعفي ولا إمكانياتي، أنا هبص عليك. أنا هجدد العهد تاني، أنت تبقى سر فرحي ونصرتي وغلبتي وقوتي. أنا هفرح بيك، أنا هفرح بيك عشان أنت بتكفيني. أنا اهتف اهتف بأعلى صوتك عشان أنت بتحميني، حتى لو ما تعرفش النغمة قول الكلمات من قلبك. عشان أنت بتكفيني، أنا هاتف بيك علشان أنت بتحميني. مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني، أو مستني كلام هيطمني ويسعدني، أو مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشفعني. مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني، أو مستني كلام هيطمني ويسعدني، أو مسنود على ناس تغير وتجرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وتفرحني. انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا هاتف بيك علشان انت بتحميني. انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا هاتف بيك علشان انت بتحميني. مش راح انزل عيني من على شخصك وجمالك واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك يتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك وتفيد فيا بروحك بشهادة المجد جلالك. واشرح انزل عيني من على شخصك وجمالك واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك يتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك وتفيد فيا بروحك بشهادة المجد جلالك. أنا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، أنا هاتف بيك علشان انت بتحميني. أنا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، أنا هاتف بيك علشان انت بتحميني. لو الكنيسة مش فرحانة الناس اللي في الشارع تخشها ليه؟ يا ناس غم. لو الكنيسة مش فرحانة الناس اللي في الشارع تخشها ليه؟ لو احنا حزانة زيهم، لو احنا مكشرين زيهم، لو احنا يأسانين زيهم، لو احنا متحيرين زيهم، يقولنا ليه؟ مش معقول يكون الملك في وسطنا والعريس في وسطنا وما تبقاش زغريت صح كده؟ صح؟ العروسة بتخش الناس تقعد تزغرت، تخلي ما العريس في أفرحنا العريس أي حاجة صح؟ بس في العرس السماوي أول ما العريس يدخل الكنيسة كلها صخرت. قول معايا تاني، أنا لسه شايف وجوه عابسة، لسه شايف وجوه بصالي كده، والراجل ده بيتكلم جد ولا بيهزر؟ بتهيألنا احوالنا اوحش منكم كتير صح؟ بس بتتفرجوا على الكنيسه صح يوم الجمعه، بتبقى عندكم 5 الصبح كده صح، تصحى كده عرس عرس. ما دام العريس في محضره افاح نارديني رائحته. قول معايا تاني، هنقولها تاني. مش مستني اخبار ساره، مش مستني ناس اتكل عليهم. انت احبطت في الناس، ايوه هي الناس تحبط، ايوه هي الناس تحبط. انت محبط في الاخبار، ايوه الاخبار هتحبطك، ايوه 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 ايوه. خلاص ما تعلمتش الدرس، ما تعلمتوش. جرب تلتمس وجه الرب، جرب تلتمس، جرب تبص عليه لغايه لما تشوفه، جرب تدخل في سحاب المجد، جرب جرب. مستني يا ربي موقف راح يفرحني، او مستني كلام هيطمني ويسعدني، او مسنود على ناس تتغير وتجرحني
وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشفعني. مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني، او مستني كلام هيطمني ويسعدني، او مسنود على ناس تتغير وتجرحني، وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشفعني. انا هفرح بيه علشان انت بتكفيني، انا هفرح علشان انت بتحميني، انا هفرح بيه علشان انت بتكفيني، انا ههتف بيه علشان انت بتحميني. مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني، او مستني كلام هيطمني ويسعدني، او مسنود على ناس تتغير وتجرحني، وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشفعني. مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني، او مستني كلام هيطمني ويسعدني، او مسنود على ناس تتغير وتجرحني، وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشفعني. انا هفرح بيه علشان انت بتكفيني، انا هفرح بيه علشان انت بتحميني، انا هفرح بيه علشان انت بتكفيني، انا هفرح بيه علشان انت بتحميني. من على شخصك وجمالك واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك يتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك وتفد فيا بروحك بالشهادة المجد جلالك. مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك يتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك وتفد فيا بروحك بالشهادة المجد جلالك. هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا هاتف بيك علشان انت بتحميني، انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا هاتف بيك علشان انت بتحميني. لما قابل الرب بطرس بعد القيامة ما سألوش عملت كده ليه؟ مش انا قلت لك؟ وانت قلت لي ابدا عملت كده ليه؟ قل لي. حصل الحوار ده مش كده؟ قال له يا سمعان ابن يوني أتحبني أكثر من هؤلاء؟ ارعى غنمي. لسه بتثق فيا؟ ارعى غنمي. كل اللي عايز أسمعه منك مش عملت كده ليه؟ كل اللي عايز أسمعه منك بتحبني؟ أنا بحبك. أنت بتحبني؟ أنا بثق فيك. أنت بتثق فيا؟ أنا لازال عهدي بيني وبينك، أنت لازال عهدك بينك وبيني. مش هبص على ضعفي خيانتي، مش هبص على أنا عملته قبل كده، مش هكمل، هبص عليه وياه يتجدد عهدي ورجائي واجري لقدام وما بصش لورا، وأبواب الجحيم لن تقوى علينا. وليس عند الرب مانع أن يخلص بالكثير أو بالقليل، وهو هو أمس واليوم وإلى الأبد، الصانع العجائب العظام وحده. غمض عينيك معايا، غمض عينيك معايا، اسمحوا لي هاخد شوية وقت تاني مش هروحكم بدري، معلش معلش، غمض عينيك معايا تاني. قول يا رب أنا أقصد الكلمات اللي رنمتها ده، مش هتكل على الناس، مش استنى الأخبار، مش هبص لضعفي، مش هبص لخيانتي، أنا اللي همدي هبص عليك، هتكل على عهدي وعهدك معايا، إن أنا ليك وإنت ليا، أنت تكفيني وتزيد، وأنا بين إيديك تفرحني تشجعني ترفعني تحملني تستخدمني، اعمل اللي انت عايزه اللي انت عايزه، ده موضوعك مش موضوعي، بس انت تكفيني، انت تكفيني، تحول نوحي الى فرحه،
تحول يأسي إلى رجاء، تحول الشجرة غير المثمرة إلى شجرة مثمرة جدا جدا جدا. تغمرنا بشاير فرح، تسبيح تسبيح بدل النواح، تسبيح تسبيح بدل النواح، وتعود وتدي جمال عوضنا عن الرمال، تغمرنا بشاير فرح تسبيح تسبيح بدل الدواء، من آلاف السنين وعدك لشعبك صار ترد سبي النفوس وتخلي القفر أنهار، ترد سبي النفوس وتخلي القفر أنهار، عد وتدت جمال عوضا عن الرمال، تخبرنا بشاير فرح تسبيح 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 بدل الدماء، تشفي برحمة القلوب وتشتت عزم الدعاء، وزن أكلها الجرار هنعوض عنها أضعار، وزن أكلها الجرار هنعوض عنها أضعار، وتعود وتدي جمال عوضا عن الرمال، تغمرنا بشاير فرح تسبيح تسبيح بدل النواة، نورك تشوف العيون وصوتك يملى الودان، وشعبك ينال الوعود ويملى قلب الإيمان، شعبك ينال الوعود ويملى قلب الإيمان، عد وتدي جمال عوضا عن الرمال، تخبرنا بشاير فرح تسبيح 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 بدل الدماء، وتعد وتدي جمال عوضا عن الرمال، شاير فرح تسبيح 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 بدل الدواء. قبل ما نصلي للطلبات ديت، طبعا انا صغرت من الموضوع ده طول السكه، مسحت بيه الارض صح، بس في الاخر ربنا يهمه احتياجاتنا الشخصيه. بس قبل كده عايزك ترفع ايديك لفوق، قول يا رب هنديك مكانك مرة تانية في وسط الكنيسة، هنفرح بيك في وسطنا، في كل مرة هنتقابل هيبقى عيد لأنه لقاء العروس بالعريس، في كل مرة هنجتمع كشعبك هنبص عليك وحنراك وحتفرح قلوبنا.
بيتك هيبقى بيت الفرح، بيتك هيبقى بيت الصلاة فهيبقى بيت الفرح، والناس اللي بره هتيجي بسبب صوت الفرح وصوت الطرب، صوت العريس وصوت العروس في وسط الكنيسة، مش صوت النحيب، مش صوت البكاء، مش صوت الشكوى والمزمة، لكن صوت الشكر والتسبيح والهتاف. ارفع ايديك لفوق، بتوب عن كل مرة استنيت الناس تفرح قلبي، بتوب عن كل مرة طلبت الأحداث تفرح قلبي، بتوب عن كل مرة انتظرت عطاياك تفرح قلبي. فرحني بيك وبصنائعك، فرحني بيك وبالأخبار السارة أن يدك ممدودة، أنك حي وتشهد عن كلمة نعمتك وتغير الأزمنة والأوقات، وتأتي برياح الانتعاش يا رب إلى هذه الكرة الأرضية المظلمة، تشرق بنورك عليها وتبدد ظلامها يا سيدنا الرب. وتعود وتدي جمال، وتعوض عن السنين اللي أكلها الجراد، وتملى الكنيسة فرح وتسبيح وهتاف أغنية. تعالوا ندي اليد كلنا مع بعض، تعالوا ندي للرب يد. بنرحب بيك، بنرحب بيك، بنرحب بيك في وسط كنيستك. نقول لك ارجع في وسط شعبك، ارجع ارجع اسكن يا رب، ارجع اسكن، املى عيوننا بجلالك، املى قلوبنا بفرحك، جدد قوانا من جديد يا رب، جدد قوانا من جديد. يفرح قلبك، هو مهتم بقلبك، هو مهتم بمشاعرك، بمشاعرك هو مهتم. مش كده النهاردة قال لنا المفتاح وقال لنا السر، طلب وجهه، التماس وجهه، ده اللي بيفرح. مش كده النهاردة احنا جايين باحتياجاتنا قدام ربنا، وربنا مهتم باحتياجاتنا. ربنا بس مش بيهتم يغير الأمم والشعوب ويعمل أعمال عظيمة، لكن كمان ربنا مهتم بيك كفرد كشخص، مهتم باحتياجك، مهتم بمرضك، مهتم بوجعك، مهتم بألمك. واحنا ما عندناش غيره الا نروح له، نقول له احنا عارفين انك بتشعر بينا يا رب، تعرف احتياجنا من جوه، واحنا عارفين انك بتحبنا. بيقول كده رايت طرقه وساشفيه، شفت انه بيحبني، شفت انه تعلق بيا، شفت انه متمسك بعهده معايا، وانا اوعده ساشفيه وساعزيه، هو وكل نائحيه، كل الناس اللي زعلان عليه هعزيهم. مش كده
عايزك غمض عينك النهاردة وتعالى ربنا بالتعب اللي جواك، تعالى بربنا بالمرض اللي عندك. قد يكون مرض نفسي، قد يكون اكتئاب، قد يكون حزن، قد يكون مرض جسدي. ربنا يقدر يعمل معجزة النهاردة. ربنا موجود في الوسط، ربنا موجود هنا في المكان دون. قول يا رب أنا بإيمان جاي ألمسك النهاردة، جاي أنا لمسة شفاء لنفسيتي المتعبة، جاي النهاردة رب تشفي اكتئابي، تشفي مخاوفي، تشفي شعوري بالذنب، ضميري المتعب، صغر النفس اللي جوايا، الخوف اللي جوايا تنزعه. جاي لك بقى مرضي الجسدي المستعصي، المرض اللي بيرعبني. اشكرك لانه لا يعصر عليك امر. تعالى له كلمه في اللحظه، ما حدش هيصلي لك ويحط ايده عليك، صلي له هو بنفسه هيحط ايده عليك النهارده. هو النهارده هيجي عند حته اللي فيها الداء ويلمسها مش فيها. هو الخالق يديك خلايا جديده ويديك اعضاء جديده، يديك نفسيه جديده، يديك قلب جديد. كل اللي فشلت فيه الناس هو ما بيفشلش فيه، يديك عينين جديدة. صدق 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 صدق، وبالإيمان النهاردة قرب منه، بالإيمان النهاردة قرب منه وقربي منه. يمكن تكون تعبت من كتر ما روحت للدكاترة زي المرأة نازفة الدم، انفقت كل معيشتها وساءت حالتها جدا أردأ. ده الطبيب اللي تروح له وما تحبطش ابدا. قوله المس يا رب مشاعري المجروحه، المس بيتي، بيتي محتاج شفاء يا رب، علاقتي بشريك حياتي محتاجه شفاء، ولادي محتاجين شفاء، تعال بشفاء يا رب، تعال بشفاء. ارفع ايدك كده لو انت محتاج لمسه من ربنا، قول يا رب النهارده انا رافع ايدي علامه ان انا مصدقك يا رب، باعلن ايماني فيك الليله انك انت الرب الشافي. شفيني شفيني اشفيني من كل ضعف نفسي وجسدي وروحي، ضعف الخطيه اشفيني يا رب، اشفيني النهارده، اشفي بيتي يا رب، واشفي عيالي، واشفي شريك حياتي، اشفي الكنيسه، تعالى بشفائك علينا يا رب، انت شمس البر والشفاء في اجنحتك، اشفي العلاقات، اشفي العلاقات، احنا محتاجينك يا رب، محتاجينك. النهارده اللي كان موجود الصبح كان بكل وضوح الرساله بتقول كده، ان الصلاه ما فيهاش قوه لكن الصلاه بتطلق قوه الله. ان واحنا بنصلي بنريليس الباور بتاعه ربنا لحياتنا.
مش كده النهارده عايزين نصلي نقول يا رب ريليس الشفاء من عندك النهارده يا رب، ريليس الشفاء، ريليس الشفاء، ارسل شفاء لينا النهارده. احنا جايين نصلي عشان كده، خلينا كلنا نقف، خلينا كلنا نصلي، هنصلي كلنا في نفس واحد، قول يا رب النهارده قوه شفاء يا رب تغمرنا النهارده حسب احتياجاتنا المختلفه النفسيه والجسديه والروحيه. اطلق يا رب شفاء النهارده، شفاء للبيوت وللعلاقات، شفاء للكنائس، شفاء اطلق شفاءك يا رب النهارده. احنا جايين النهارده يا رب نقول لك ريليس يور باور وسطينا النهارده يا رب، تحصل ايات وعجائب وسطينا. انت اله يا رب لم تتغير ولن تتغير، انت امس واليوم والى الابد، وانت موجود وحاضر في وسطنا الان يا رب. تعال بين الصفوف والمس يا رب الاجساد، والمس النفسيات، والمس المشاعر يا رب، المس الاجزاء اللي باظت فينا، صلح كل حاجه باظت فينا النهارده يا رب. نخرج من هذا المكان يا رب كده واخدين لمسه منك يا رب، حاجات كتيره تتغير وتتصلح. قول له المسني يا رب النهارده، المسني، قول له المسني النهارده لمسه شفاء. انا واقف في محضرك عايز شفاء منك يا رب، وانت بتتفرج قدام في بيتك قدام شاشه التلفزيون، قول له رب المسني، المسني، هو موجود معاك في المكان اللي انت فيه، هو واقف جنبك في اللحظات دي، قول له رب المسني، المسني. حط ايدك على حته الداء النهارده وقول له رب المس الحته دي، الحته دي تعباني قوي، تعباني قوي. هو موجود، هو موجود، دي مش فترة في برنامج، احنا جايين نكلمه النهارده، نقول له يا رب ريليس يور باور وسطينا يا رب. شفاء، شفاء، امواج شفاء الان يا رب، امواج شفاء الان، اشفي، اشفي، اشفي. ما عندكش عصير يا رب، انت ما عندكش عصير، تقدر تعمل كل حاجة وسطينا الان يا رب، واحنا مصدقين يا رب عشان يسوع يتمجد يا رب. اشفي عشان يسوع يتمجد وسط الكنيسة هنا في تورونتو باسم المسيح يا رب. شفاء وسطينا، امواج شفاء الآن يا رب، أمواج حياة، أمواج محبة من عرش الآب، أمواج شفاء، أمواج حياة، أمواج محبة من عرش الآب. فيك يا يسوع، فيك يا يسوع، نفسي نصلي من أجل كل مرض نفسي موجود وسطينا، كل الاكتئابات، كل الاكتئابات، كل شعور بصغر نفس، كل شعور بالذنب، نربنا النهاردة يفتح عيني عشان أشوف قيمتي فيه. لو أنت تعبان نفسيا، لو أنت مكتئب في البلد دي، لو أنت مضغوط النهاردة، ربنا بيقولك أنا عايز أفرحك وعايز أشفيك، عايز أنزع الاكتئاب من جذوره، عايز أنزع الشعور بالذنب من جذوره. مش كده صلي، ولو تعرف حد النهارده صلي له، قول يا رب ارسل شفاء لي الان يا رب. كل اللي تقابله معاك يا رب، كل اللي تقابله معاك خفوا جسديا ونفسيا وروحيا. انت مش بتعمل حاجه واحده يا رب خالص. اروم ان اراك ناجحا وصحيحا كما ان نفسك صحيحه. ربنا عايز يشفي قلوب مجروحه، قلوب بتنزف وسطينا، قلوب خايفه، قلوب مكتئبه. شفاء الليلة رب، شفاء، المس كل قلب رب مكسور، كل قلب حزين، كل مكتئب ومكتئبة وسطينا رب. تعال بشفائك، تعال بشفائك، تعال امسح الدموع يا رب، تعال طيب الخواطر، تعال شد من أزر ولادك يا رب الأيام دي، تعال شد من أزر، تعال طبطب عليهم يا رب، تهذب الآن يا رب، تعال انت شجع ولادك يا رب وامسح دموعهم الأيام دي. صلي يا رب لكل إدمان، كل أنواع الإدمان يا رب، حرية، حرية، حرية لكل واحد بيحبك يا رب ومش قادر يبطل إدمان معين. تعالى بحرية يا رب النهاردة، تعالى بشفاء من الإدمان يا رب اللي الناس بتقول عنه مستحيل. مش حاجة مستحيلة عندك يا رب، مش حاجة مستحيلة عندك يا رب. كل الأمراض بكل أنواعها، السرطانات يا رب، والكلى والكبد والروماتيزم والعيون والسكر، الكل يا رب، تعالى النهارده بلمسة شفاء يا رب. بشكرك، 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 لأن الآن تلمس الأجساد باسم المسيح يا رب، تقول بيننا تلمس يا رب،
تشفي كل اعاقه في الجسد باسم المسيح يا رب. اخواتنا اللي حطوا ايمانهم واسمائهم هنا يا رب جايين حاطين طلباتهم قدامك، انا بشكرك 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 لانك بتكرم الايمان يا رب. اكرم ايمان الكنيسه، اكرم ايمان كنيستك المتجمعه من كل الطوائف في المكان دول، اكرم ايمان الكنيسه يا رب شفاء الان، واصنع ايات وعجائب. ودي يا رب الناس تصدق انك ما زلت تصنع ايات وعجائب، انك ما بتتغيرش. يا رب انت قلت كده، انا الرب تكلمت وافعل، انا الرب تكلمت وسافعل، انا الرب تكلمت وفعلت. صدق ان الرب اللي بيقوله بيعمله، الرب اللي بيقوله بيعمله. صدق واعلن ايمانك فيه في اللحظات دي. هللويا هللويا. نحن نعلن الشفاء يا يسوع، نعلن الشفاء يا يسوع، هو أمس واليوم وهي الشفاء يا يسوع، نعلن الشفاء يا يسوع، هو أمس واليوم وإلى الأبد. نحن نعلن تحرير يسوع، نحن نعلن تحرير نفسي. واحنا بنختم الاجتماع عايزين نصلي ككل زوج وزوجة موجودين في المكان، عايزين نصلي لعائلتنا، عايزين نصلي لأولادنا، عايزين نجيبهم امام عرش النعمة. مش كده؟ لو انت واقف جنب مراتك امسك ايديها، امسك ايديها وصلي معاها. هنصلي دلوقتي لشفاء للبيوت وشفاء للعلاقات وسلام كده يغمر البيوت وحضور للمسيح غير عادي في كل أسرة وفي كل عيلة. ونجيب ولادنا ونقول يا رب دول مش ولادنا، دول ولادك انت، دول أمانة عندنا، دول مش بتوعنا، دول بتوعك. مش كده؟ لو مراتك جنبك امسك ايديها وصلي معاها، ولو مراتك مش موجودة او جوزك مش موجود صلي عشان بيتك، صلي عشان بيتك، وقولوا البيت ده بتاعك يا رب، البيت ده ملكك، البيت ده مش ملكنا، البيت ده ملكك يا رب. العيال دي مش عيالنا، دي عيالك. اعمل ما يحسن في عينيك يا رب ليهم، اعمل ما يحسن في عينيك. صلي من اجل بيتك، صلي ان يسوع يبقى موجود في البيت، صلي من اجل سلام سلام سلام، صلي من اجل شفاء للعلاقات جوه البيوت. صلي 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 من اجل شفاء لاولادك وبناتك. صلي صلي. أيوب كان بيصلي من أجل أولاده، كان يقول الكتاب بحسب لفظ كما كان يفعل كل الأيام، كان بيجيب أولاده قدام ربنا كل يوم، هاتهم قدام ربنا. لا يفقدوا يا رب في هذه البلد، لا يفقدوا لا يفقدوا لا يفقدوا،
يبقوا ملكك يا رب، يبقوا ملكك، رجعهم لربنا في اللحظات دي. قول له رب دول ولادك مش ولادي، ديني حكمة سماوية نازلة من فوق يا رب. بيتي ملكك، شريك حياتي ملكك يا رب، أنا لا أملك شريك حياتي يا رب. أنا بصلي من أجل كل أسرة ممثلة هنا أو بتتفرج علينا يا رب، إيدك بالبركة على العائلات يا رب، إيدك بالبركة بالبركة، اشفي العلاقات الزوجية يا رب، اشفي العلاقات، ده نوع من الشفاء يا رب أنت عايز تعمله وسطينا، اشفي يا رب اشفي، اسكب في قلوبنا حب عشان نعرف نحب بعض يا رب، عشان نعرف نحب بعض كويس، دينا نكون نموذج عن يسوع في البيت لأولادنا، صلح كل اللي بوظناه مع عيالنا يا رب، كل حاجة بوظناها، كل الطرق الرضية وكل الأساليب الغلط يا رب اللي بوظت عيالنا، صلح اللي احنا بوظناه يا رب النهاردة، صلحه وغيرني يا رب، غيرني عشان أبقى زوج حسب قلبك وأبقى زوجة حسب قلبك. نهر شفاء للعائلات يا رب وللأسر، اشفي العلاقات يا رب، سيج حوالين البيوت الأيام دي يا رب، لا تدنو ضربة من كل أسرة يا رب، لا تدنو ضربة من خيمتهم ولا من أولادهم ولا من نفسيتهم ولا من أجسادهم، كل بأهلك يا رب. احنا بنجدد عهدنا معاك الليلة يا رب، نشكرك لأنك تنازلت إلينا وكلمتنا، كمل عملك فينا يا رب، كمل عملك فينا، كمل عملك في الكنيسة، كمل تشكيلك للإناء الأيام دي يا رب، شيل الحاجات الغلط يا رب، احنا بنسمح لك تيجي تعمل العملية الجراحية دي يا رب، حاجات الغلط تشيلها من جوانا، حتى لو هنتوجع احنا بنشكرك لأنك هتيجي بشفة، بشفة انت ايدك مش بتوجع. سلم له بيتك النهاردة، سلم له عيالك، سلم له شغلك، سلم له أحلامك، سلم له مخاوفك، سلم له احتياجك، سلم له مرضك، هو موجود، سمعك 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 وسمعك وجاي يطمنك. أشعر كده برسالة طمأنينة جاية للناس، ما تخافوش يا أولادي، ما تخافوش يا بناتي، ما تخافوش ما تخافوش، أنا أعينك، القدير يعينك، القدير يعينك، القدير يعينك يا رب. نحبك نحبك نحبك، عايزين نتبعك بكل القلب يا رب، ساعدنا نمشي وراك يا رب، ثبت أنظرنا عليك الأيام دي يا رب، واصنع رحمة معانا، ارحمنا ارحمنا يا رب، ليك كل المجد، أمين. يشكر ربنا من أجل اللي بيعمله معانا الأيام دي. بيبو ممكن لحظة، معلش أنا آسف عشان خاطري، معلش one more time one more time. يشكر ربنا من أجل اللي بيعمله معانا. عايز أفكركم بحاجتين، واحد الأمهات اللي بينا كل سنة وانتوا طيبين، عيد الأم كل سنة وانتوا طيبين، ويفرح قلوبكم ويفرحكم كده في بيوتكم وفي علاقاتكم. عايز أقول لكم احتفلوا قبل الساعة 6 بكرة، فروحوا كده احتفلوا ببعض قبل الساعة 6 علشان تيجوا هنا الساعة 6 مساء. أنا بندعو كل كنيسة ممثلة طبعا تروح الكنيسة بكرة، نشاط، بصلي من أجل النشاط كده جسدي، تروح الكنيسة علشان هيبقى يوم طويل شوية عليك، روح الكنيسة اعبد مع الجسد اللي انت تنتمي ليه، ده ربنا وضعك في الكنيسة دي. إنما في ضيوف جاية من حتت مختلفة، من لندن، من كيتشنر، من فانكوفر، من مونتريال، من أوتوا، بيننا وسطينا، نعم أمريكا كمان، أهلا أهلا بيكو أهلا بيكو، وقلت مونتريال وأوتوا أنسوان، دول يعني طبعا تروح في أي كنيسة تريحك، إنما متهيألي القسيس شريف مش هيمانع الكنيسة الإنجليزية العربية بمسيساغا
عاملة هوستنج للأسيس سامح موريس، هيبقى موجود وبيبو معانا كمان وسطينا. للضيوف أهلا طبعا وسهلا بيكم. الفلاير برا، إنما أنا بشجع كل واحد ينتمي لكنيسته يروح لكنيسته، أنت تبع الجسد ده. فدي حاجة نفسي تعدي على المكتبة، ونفسي تاخد الشريط دوت لو لسه ما خدتهوش، اللي هيساعدك على السي دي اللي هيساعدك على الصلاة، الصلاة بالكلمة، تتعلم ازاي تصلي بالكلمة. وفي سي ديز كتير ممكن تساعدك، ده من بيت الصلاة. في كتب وفي سي ديز جديدة وفي حاجة، مش عايز اعيد ريبيت ماي سيلف عشان انتوا تعبناكم شوية، بس كان فرح إلهي. اللي نفسي نختم بيه انا بختم كده بترنيمة، بس لما تيجي يعني لو جت في ترنيمة احنا دايما ما بنقولهاش في كنايسنا، مش متعودين عليها، بتحصل كده مع الشباب بس، انما بتتكلم عن فرح. اوكي، بتتكلم عن الفرح، بتتكلم على كل واحد عنده نوح في امر ما، جسدي نفسي في عيلته، عنده امل في ولاده، بيقول له كده حولت نوحي الى ايه؟ طب انتوا عارفين اهو. فانا متهيالي ان احنا لازم نقف مع بعض ونختم بالترنيمه ديت ونقول له كده حولت ايه. صليها بايمان، انا بصلي انه بايمان يحصل ده وسطينا، انه نرجع من هنا مملوئين بفرح، مملوئين بفرح، مملوئين بفرح باسم يسوع. حولت أنا